بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى الهداة الميامين من أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. لا بد لنا خلال هذه الفترة من أن نعيد النظر إلى مواقع أقدامنا وسط كل هذا المعترك الذي يجري في العالم. لا شك ولا ريب أن الذي يجري لا يحصل دائما في التاريخ، وما لا شك فيه أيضا أن الذي يجري من الخطورة بمكان، بحيث لا يمكن للإنسان أن يقول بأنه في منأى عن الذي يجري أو عن الآثار الذي يجري. ولذلك ما بين المدة والأخرى يفترض بنا أن نحدث المعلومات وأن نراقب المشهد من خلال المعطيات التي تمدنا به وقائع ما يجري في داخل هذا المعترك. بعد 5 أيام يبدو أن المسار متجه إلى أن تصاب الحكومة الأمريكية بعطب ذاتي داخلي بسبب مشكلة الديون وخفض قضية الديون. يفترض في يوم 1 أو في يوم 2/6 تبتدئ عجلة هذا العطب بالتحرك، وأول ما ستصيب صندوق الضمان والتقاعد الاجتماعي، وهذا ما يعني ما يقرب من 80 مليون إنسان راح يكونون معطلة عندهم رواتبهم وأموالهم وما إلى ذلك. وإلك أن تحسب بقية القضايا بأي طريقة يمكن أن تسير، لكن القدر المتيقن أن هناك شرخا كبيرا ما بين الحزبين الحاكمين المتسلطين، وهذا الشرخ أو هذا الانقسام لا ريب في أنه سيترك آثاره الاجتماعية الكبيرة على وحدة الأمريكيين أنفسهم. أشير خلال هذه السنتين في أكثر من مرة إلى أن تكساس تريد أن تخرج من إطار الولايات، كاليفورنيا تريد أن تخرج من إطار الولايات، وكليهما يقولون بأننا نمول الآخرين والآخر لا يمتلك إلا أن يبتزنا ويأخذ أموالنا. لماذا نشترك مع هؤلاء؟ إذا كانت القدرة لدينا والمال لدينا، لماذا نشارك الآخرين؟ هذا أول التفكير الذي يمكن لنا أن نفكر فيه، أن هذه القوقعة الكبيرة المسمات بأمريكا والتي تمثل رعباً هماً غماً كبيراً بالنسبة إلى شعوب العالم، هذه القوقعة ليست من المكنة ومن المكان متانة بالشكل الذي لا يمكن أن تصاب بعطب. هسه هذا الإصابة بعطب من الخارج أو من الداخل ليس مهما، ولكن هذه القدرة يمكن لها أن تتعطل، ما يعني أن المستضعفين لديهم قوة كبيرة من الأمل في أن يخرجوا، أن يتمردوا، أن يتأبوا على ممالأة هؤلاء. وقد رأينا خلال هذه الفترة حينما بدت الأمور تعطينا صورة عن خلع العرب لأعنتها وتمردهم على الأمريكان وأمثال الأمريكان بطريقة تبين أن هؤلاء ليسوا من المكنة بمكان، بحيث أنهم يتحكمون بكل شيء.
يمكن لهذه الشعوب أن تفعل، بمعزل عن أسبابها، بمعزل عن غايات هذه الشعوب، قسم منهم لمصلحة الملك الفلاني، لمصلحة الشخصية الفلانية، لمصلحة الوضع الفلاني، لكن بالمجموع أي عملية فيها تأبي على هؤلاء، فيها ممانعة لهؤلاء، تؤدي إلى نقص، تؤدي إلى ضعف في طبيعة متابعة برامجهم ومشاريعهم. وأنتم تعرفون العراق ما كان له أن يستقر هذه الفترة إلا لأن الحراك الذي حصل في أوكرانيا وطبيعة التأثيرات على سوق الطاقة العالمي وسوق الغذاء العالمي، ما جعل الأمريكيين يرسلون رسالة مباشرة إلى العراق بأنهم ليسوا في صدد أي تغيير على ما يجري، يريدون هدنة، يريدون تطبيعا مع الأوضاع العادية، ولذلك تركوا كل مجاميع المعارضة أو المجاميع المؤهلة لأن تعارض، تركوها بلا مشروع دولي، بلا مشروع سياسي، بلا حماية دولية، ما أدى بالنتيجة إلى أن ينعكس أن الذي كان يثير الاضطراب أو يفكر بإثارة الاضطراب عمل على أن يبتعد عن واجهة الاضطراب، عم الاستقرار ومشت الأمور بالطريقة التي ترونها حاليا. هذا مو الميزة إلى العراق، وإنما الشيء المتميز هنا أن الأمريكيين لسبب أو لآخر شعروا بضعف، ما أدى بالنتيجة إلى أن يتنازلوا عن برامج كانت لهم، عن أجندات كانت لهم، يتراجعوا عنها. هذا مو معناها أنه انتهت القضية إلى الأبد، لكن هذا حراك السياسة، يوما تتقدم وآخر تتأخر، يوم تهجم وآخر تدافع وما إلى ذلك، لكن بالنتيجة أنا أعتقد مثل العراق بقية البلدان يمكن لهذه البلدان أن تتأهب لحصاد ثمار هذا الضعف الذي يتبدى في مناطق كثيرة. الموضوع اللي موجود في أوكرانيا، صحيح أن الروس لحد الآن لم يحسموا، ونحن لا نستغرب هذا الأمر باعتبار أن الروايات قالت لا يقوم لها شيء، مما يعني أن هذه النار تؤدي إلى حرب لن يكون فيها منتصرا نهائيا، وإنما سوف يتقاتل الأكباش فيما بينهم، سوف تتناطح الرؤوس فيما بينها، إلى أن يأتي الأمر الذي يؤدي إلى اندلاع الحروب في داخل نفس أوروبا. طبعا هنا يفترض أن نلاحظ أن الروس كانوا من الذكاء بمكان، بحيث أنهم ربما لحد الآن لم يستخدموا الجيش الروسي الرسمي، لحد الآن استخدموا مجاميع فاغنر، ومجاميع فاغنر لمن لا يعرفها هي عبارة عن جولة هؤلاء على سجون العالم، يذهبون إلى السجون، يشترون السجناء، يعرضون عليهم عروضاً يخلصون بها البلد من هؤلاء، وبالنتيجة عوض أن يبقى هؤلاء في السجون يخرجون إلى القتال وفق آليات معينة لهم رواتبهم، وبالنتيجة مرتزقة بطريقة منظمة أكثر من الآخرين. ولذلك الشيء الملفت هنا، الروس يستنزفون طاقات الآخرين، يستنزفون ذخائر الآخرين، يستنزفون أسلحتهم، يعرضون هذه الأسلحة إلى تمارين من أجل الإحباط ومن أجل القول بأنها غير صالحة لتقوية الآخرين، وبالنتيجة الآن جاي نشوف أن الأوروبيين يتدافعون لأن مصلحتهم الحقيقية في أن يبقى الأوكرانيون يقاتلون، لكن إلى متى وبأي طريقة وبأي أثمان وبأي مجهود، هذا كله ينعكس على طبيعة مخزوناتهم وعلى طبيعة موجوداتهم سواء الاقتصادية أو الدفاعية أو ما إلى ذلك. ومو غريب إذا ما سمعنا أن البريطاني يقول علينا أن نجهز أنفسنا، وزير الدفاع البريطاني ذاك الأسبوع، أن نجهز أنفسنا للحرب الأوروبية، مو بعيد هذا الأمر، سواء كان هو تحدث عن سنة 2030
لكن في أي لحظة من اللحظات يمكن لأي حدث من الأحداث أن يسرع بالأمور بالاتجاه الآخر. أيما يكون، في مثل هذا الوضع ووسط حالة التصعيد على الجانب الصيني وما إلى ذلك، أين موقع المستضعفين في هذه القضية؟ وبالنتيجة من تحت طيات هذا السؤال علينا أن ننظر أيضا إلى واقعنا بعنوان حيزنا كمنتظرين وليس كمستضعفين فحسب، كمنتظرين أين مكاننا في هذا في هذه الخارطة، وأيضا ما هي واجباتنا تجاه المعطيات الحالية التي نمر بها. انظروا إلى هذه الصورة التي تبدت في الوضع الصهيوني خلال المعركة الأخيرة التي جرت مع حركة الجهاد الإسلامي. حركة الجهاد الإسلامي بمعزل عن طبيعة نهايات المعركة من الناحية المادية، قتل قادتها، وقتل القادة أمر طبيعي جدا في كل المعارك يعني ليس غريبا، وسبحان الله مثل ما ربما أشرت في حديث إهنانة أو في غير مكان، قلت مشكلة هؤلاء أنهم يستخدمون التليفون، والتليفون كان جاسوس متحرك معهم، وطبيعة للأسف الشديد الناس لحد الآن حتى إحنا متسامحين جدا في التعامل مع التليفونات من دون أن نراقب أن هذه التليفونات تعطي معلومات دقيقة عن رسائلنا وعن أماكننا وعن طبيعة اهتماماتنا، وناهيك عن أنها تسجل لنا كل حديث. هذول أيضا ارتكبوا، بالأخير طلع الأخ زياد قائد الجهاد وقال أن المشكلة مشكلة التليفونات، كان بالضبط كان تشخيصه هو هذا. لكن بمعزل عن هذه القضية، ما الذي جرى؟ يمكن أن يقال أنه خلال هذه المعركة تمكنت حركة الجهاد أن تعطل الوجود الاجتماعي الصهيوني لمدة 5 أيام أو 6 أيام، الدولة تعطلت. هذا مع من؟ مع فصيل في ساحة فيها فصائل كثيرة جدا. لقطة أخرى، طبعا الإسرائيليين ما قدروا يحققون شيء، الشيء الاستراتيجي اللي قالوا نريد نسوي ردع ونريد نقوي الردع ما إلى ذلك ما قدروا إلى. تقاتلوا مع هذا الفصيل، تمكن هذا الفصيل أن يضرب تل أبيب، أن يضرب القدس، أن يضرب مكانات قبل ما كانت واسطتها النيران، وتم استخدام أسلحة مكان هؤلاء يتصورون أنه تصل الأمور إلى هذا المستوى وإلى هذا المدى. لذلك راحوا يتوسلون بالمصريين وبالأردنيين، تعالوا خلونا نهدئ، وخلونا واشترطت حركة الجهاد أن تكون الإطلاقات النارية الأخيرة إلها مو إلى الإسرائيليين، تريد تعطي رسالة أنه إحنا مستمرين على هذا الطريق. وبالفعل لما تم الاتفاق أطلقوا رشقات صاروخية كثيرة بعد أن تم الاتفاق، و أن أعلن نتنياهو بأن الأمور تمت باتفاق وما إلى ذلك. لكن على المستوى الاستراتيجي يمكن أن نفكر بما هو أبعد من ذلك، فصيل واحد ضمن ساحة بها فصائل كثيرة جدا وفيها قوى متعددة جدا وكلها تتشارك في البرنامج. بمعنى انظر إلى هذه الصورة اللي أرسلها الإيرانيين قبل 3 أيام أو قبل يومين، أخرجوا صاروخ، هذا الصاروخ خلوه يم قبة القدس، ماكيت تحكي صورة القدس، الصاروخ اسمه خيبر، مداه 2000 كيلو، مداه 2000 كيلو، المدى يعني إسرائيل، خيبر رسالتها التاريخية واضحة، وجود القدس رسالتها السياسية والثقافية والمعنوية واضحة جدا. بعد معركة استخدمت دويلة الصهاينة
كل ما تتمكن لإعادة ردعها. لكن فوجئت عوض صواريخ الجراد اللي كان الفلسطينيين يطلقوها، تحولت القضية إلى صاروخ يحمل 1500 كيلو من المتفجرات ويمكن أن يقطع الشوط بشكل سريع جداً، أسرع من الصوت، ويمكن أن يصيب هدفه بدقة عالية جداً. انظر إلى تلك الزاوية الصغيرة وكبر هذه القضية. لو أن المعركة جرت ليس مع هذا الفصيل وإنما مع كل المحور، سماحة السيد حسن أمس أيضاً طلع رد على التهديد بعشراته، ورد على أننا يعني على ما عبر عن نتنياهو نجحنا في قصة الردع، رد على هذا الادعاء بأنه لا ردع موجود ولا هم يحزنون. المناورات اللي سووها على الحدود أول مرة تصير بهذه الطريقة. طبعاً مو همي أن أنقل أخبار، لكن همي جداً أن نراقب المعطيات اللي جاي ينتجها الواقع، حتى نراقب من بعد ذلك موضع أقدامنا بشكل حقيقي ودقيق، وبالنتيجة أمام هذا المزاج العكر عند البعض، أمام حالة جلد الذات وعدم إعجابها بأي شيء يقدم في هذا المجال، علينا أن نقدم بارقة الأمل الكبيرة التي تعطينا إياها هذه المعطيات وهذه الوقائع. الإسرائيليين من يحسبون عشرات الآلاف من الصواريخ الضخمة من الطائرات المسيرة في إيران، وهم مع الأمريكيين صار لهم مدة يتحدثون عن أنه احنا نتجهز ونجهز لضرب القدرة النووية الإيرانية. عظيم. ايش قد راح تقدرون توصلون اولا يا مكان اللي راح تضربوه حتى تخلص القدرة النووية ثانيا؟ المسألة الثالثة بعد ذلك شنو اللي راح يصير؟ هل إيران هي قصة نووية فحسب؟ لو قصص كبيرة جدا وكثيرة جدا وما إلى ذلك. يمكن لهم أن ينشئون اعتداء، ولكنهم كما أشار الحاج قاسم رحمة الله عليه، قاسم سليماني، حينما قال تستطيعون أن تبدأوا المعارك ولكن نحن من ينهيها. الأمر بده. هذه القضية، هذا المقدار من الأرقام البسيطة إذا صح التعبير من المعطيات، من نريد نجي نخليها أمام تلك القوة لذلك لأولئكم القوم الذين سيخرجون بالمشرق ويطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فيضعون سيوفهم على عواتقهم يتسلحون. والرواية كأنها تشير إلى أن هؤلاء لن يستسلموا، يتسلحون. هذا التسلح ينتهي إلى أن يقومون، مو بس يضعون سيوفهم على عواتقهم وإنما يقومون. يقومون على ماذا؟ من أجل ماذا؟ حتى يسلموها إلى صاحبكم. يسلمون ماذا؟ البيعة والولاء إلى صاحبكم. ألا أني لو كنت في ذلك الزمن لاستبقيت نفسي للإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الأمر بهذه المقاربة بهذه الطريقة، يمكن أن نلتفت إلى أن محور الانتظار، وسبق إلي أن عرفت محور الانتظار، أنا ما أقصد في محور الانتظار العوامل أو العناصر التي تدعو إلى الإمام مباشرة باسمه وبهدفهم وما إلى ذلك. يمكن لعوامل متعددة أن تشترك فتؤسس محور الانتظار لأنها تخدم مشروع الانتظار. قد يكون من قبل أناس أصلاً مو في فكرهم الإمام المهدي، ولا واضعين القضية المهدوية في بالهم بعنوان أنها هي الهدف اللي يجون يتحركون من أجله.
لكن محصلة أعمالهم وين تصب؟ تصب في هذا المحور، محور إعداد الساحة إلى أن تكون متمكنة قادرة مقتدرة. وبالنتيجة لو أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه جاء يمكن أن يجد من يمنع عنه الأذى، يمكن أن يجد من يحول عن أن يعتدى عليه أو أن يستطرد به، كما رأينا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كيف استطرد بهم الأمويون والعباسيون وما إلى ذلك من هذه الصور المؤلمة التي رأيناها في التاريخ. لكن الشيء الأساسي أن محور الانتظار هو الذي له المكنة، له التقدم، وعدوه يتراجع بالتأكيد. ما بين نقطة التقدم وما بين نقطة التراجع يجب أن نلتفت إلى قضية: المتراجع لن يستسلم بسهولة. لا يمكن أن نقول أنه ما دام انضربوا في هذا المكان أو خسروا القضية في المكان راح يستسلمون مباشرة، لكن يمكن أن نرى أو أن نراقب طلقة محاولة استعادة الكرامة إذا صح التعبير. أساس اثنين يتعاركون وواحد من عندهم خو ينضرب يتأذى ما إلى ذلك، ويظل يصيح أنا أعلمك، أنا أسوي لك، أنا كذا أنا كذا، على الطريقة المتعارفة. هسه حتى يثبت أنه هو قادر، بلكي يقدر هذه النفخة الكبيرة في أحاديث اللي يبين أنه هو قوي وما إلى ذلك، بلكي تؤتي ثمارها، ينجز عملا، ولكن هذا العمل يكون بلا فائدة. لذلك هنا أعلينا أن الراقب قضيتين في الروايات: ليش أنه لاستبقيت نفسي لصاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه؟ صحيح أنها تشير إلى القرب، وصحيح أنها تشير إلى أن الواقعة تتم قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأيام قليلة جدا، لكن مع كل ذلك يشير إلى أن العدو يندحر. يعني هذولا لا يسلمونها إلا إلى صاحبكم، أو لا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، معناها مو بس ما مستسلمين، وإنما مستسلمين ومتقدمين أيضا. وفي الرواية الأخرى اللي هي إذا صح التعبير تشير إلى الواقع التفصيلي لهذا الأمر، شنو اللي راح يسووه، واللي تشير الرواية إلى أنه نار تشبه الهردي العظيم تبقى كذا يوم ما إلى ذلك، في داخل هذه الرواية يشار: فتوقعوا فرج آل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليه. هذا التوقع بأي طريقة؟ توقع هنا مو مجرد أمل، توقع إنما يقال توقعوا لأن واقعا سيتغير، لأن الواقع الذي سيقبل علينا سيحمل لنا هذه الأمور. توقع فرج آل محمد بأي طريقة؟ آل محمد حبسوا عن الفرج ومنعوا من الفرج بسبب قضيتين: مكنة العدو وضعف المناصر. هنا جاي نشوف المناصرين جاي يقاتلون، قتلاهم شهداء، وقلت لكم أنه ذول اللي حاججون أن المشرقيين من اللي يقول أنه من الشيعة، ذاك الذي حرف الرواية وقال أنه يأتون من جزيرة شيلا من كوريا وما إلى ذلك، وهنا الرواية تقول قتلاهم شهداء، تريد تحدد البعد الإيماني والتزكية العامة لهذه الراية، راية المشرقيين. قتلاهم شهداء، الإمام ما يطلق هذه الكلمة إلا على أهل الإيمان خاص. على أي حال، هنا توقع الفرج معناها أن العدو سيندحر، والموالي أو المحور هو الذي سوف يتمكن وسوف ينتصر.
وبالنتيجة إذا نريد نربط القضايا، وهذه الصورة اللي ملأت الكتب، كتب السنة وكتب الشيعة، الجيش الإسلامي يتجمع على أبواب القدس، والسيد المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليه يعود إلى الحياة ويأتي ليصلي وراء إمام الزمان صلوات الله وسلامه. هذه الصورة لو وضعناها على أرض الوقائع بأي طريقة تتم، إسرائيل دولة نووية، بأي طريقة هذا الجيش سوف يهزم هؤلاء، بأي طريقة بأي شاكلة، يجب أن نراقب هذه الكلمات ونخرجها من إطار القصة إلى إطار الوقائع. هذا البلاء الكبير اللي أصبنا به في أنه رواياتنا نقرأها كقصص، وسأشير إلى ذلك إن شاء الله تعالى لاحقا. لكن مع كل ذلك وطلعوا من هذه القصص، حاولوا أن تجسدوا الروايات في وقائعها المادية، في أثرها الذي يتخلف في الواقع الاجتماعي. جيش يتجمع وجايبين الأمة بكاملها جايبيها تقاتل ويندحر هؤلاء وما إلى ذلك، هذه إلها وقائع، إلها ضرائب، إلها أثمان، إلها مخرجات علينا أن نراقبها بشكل دقيق جدا. لذلك هنا أنا في هذا الصدد، إذا قدر لفصيل أنتج هذا المحور، فصيل يمكن أن يؤدي إلى زلزلة كبيرة في داخل كيان صار لك قرابة 80 سنة يعربد، يتغطرس، يملي شروطه على الآخرين. وإذا صار لنا عدة سنوات نشوف كل ما يوقد نارا للحرب تطفأ بأيدي المؤمنين، والنتيجة تكون للمؤمنين، ويذهب هو متوسلا إلى الأمريكيين وإلى المصريين، تعالوا حلونا القضية، خلينا نطلع من هذه الأمور. طبعا المعركة الأخيرة كشفت عن ضعف كبير في دولة الكيان المغتصب، لا شك ولا ريب أن هذا الضعف يراقب من قبل المعنيين، لكن إحنا كمنتظرين أيضا هذه المعركة، معركة ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. طلعوها من المجموعة الفلانية والاسم الفلاني والدولة الفلانية، أكو محور هائل جاي يكبر، وجاي العدو يشير يقول كل بلانا من هذا المحور. قبل كان يتحدثون بطرق متعددة، بس اليوم بعد ما يملك نفسه إلا أن يقول أنه المشكلة عندنا بذولة، محور الشر اللي جاي يحرك العالم، يقلب العالم علينا. منو هذا محور الشر؟ حتى ما يقول الشيعة يقول إيران، حتى ما يقول اللي داخلين في قصة التحالف مع شيعة أهل البيت من أخواننا السنة وما إلى ذلك، يوعز الأمر إلى إيران، يطلعها من الصورة المذهبية ويقليها مسألة سياسية. أنا أقول لهؤلاء اجعلوها سياسية بقدر ما تريدون، اجعلوها مذهبية بقدر ما تريدون، اجعلوها بأي طريقة تريدون، هذا المحور هو الذي سينتصر إن شاء الله تعالى. هذا مو بس وعد التاريخ ومو بس وعد الروايات، لكن الواقع اللي موجود الآن، أنتوا إذا ما قدرتوا لفصيل شلون راح تقدرون لفصائل؟ إذا ما قدرتوا لصواريخ جراد، قببكم الحديدية وما إلى ذلك، صواريخ جراد اللي هي صواريخ الكاتيوشا، إذا ما قدرتوا لهذا المقدار صاروخ أبو 3 أمتار وبكمية متفجرات قليلة، شلون راح تتحملون الأطنان من تجيكم وما إلى ذلك. القصة يجب أن تنظر وأنظروا إلها بالواقع الآخر، الواقع الجغرافي، إيش قد حجم هذا الكيان المغتصب على المستوى الجغرافي؟ جد 200,000 كيلو، أو عفواً 20,000 كيلو،
20,000 كيلو إذا تريد تضمها إلى إيران والعراق وسوريا ولبنان واليمن وما إلى ذلك، وين تصير؟ قطرة في بحر. إيش قد تعدادهم؟ فبالنتيجة الحروب تصير بناء على وجود البشر. إذا البشر ذولا غير قادرين على البقاء أو لا يمكن أن يستمروا بالبقاء لأي سبب، يقتلون، يهاجرون، يبتعدون، يهربون بأي سبب من الأسباب، وين تخليهم مع الآخر؟ احنا شفنا المثال الكبير اللي أراد الاستكبار العالمي أن يحركه، شافوا الشيعة قوة عقائدية، حركوا قدامهم قوة عقائدية. في البداية جابوا القاعدة وما كان أكو قوى جاهزة إلى أن ترد. القاعدة عربدت، فجرت، نحرت، فعلت ما فعلت في العراق، لكن النتيجة كانت لمن؟ من الذي ربح المعركة؟ مدوها الأمريكيين بكل ما استطاعوا من قوة. بعد ذلك هو قدام الآخرين كون يعتقلون هذا وكون يعتقلون ذاك وكون يسوون العمل الفلاني حتى يبررون إلى العالم أنه والله بالله إحنا جاي نحارب. جروهم إلى المعسكرات حتى ينظموهم، إلى المعتقلات حتى ينظموهم، أنتجوا من عندهم داعش في مشروعهم الآخر. يا أخوانا، داعش حينما بدأت الأمريكيين لم يقبلوا أن يقدموا رصاصة واحدة، رصاصة واحدة ما قبلوا يقدموا. بعنوان هذه قضية داخلية احنا ما نتدخل، لكن النتيجة شنو كانت؟ المشروع مسح به الأرض وانتهى وأصبح في خبر كان تحت القصة. هذا في هذا المجال. الصهاينة كانوا يلعبون بلبنان كيفما يريدون، يتنزهون في لبنان. أصلاً اللواء المكلف في مهام لبنان غالبيته من الدروز اللي إلهم علاقات رحمية ويا دروز لبنان، يعني دروز فلسطين عادةً ما هم يهاجمون المنطقة اللبنانية جنوب لبنان. كانوا يتنزهون، أي واحد يريدون يختالوا يختالوا بسهولة، أي واحد يريدون يعتقلوا يعتقلوا بسهولة إلى آخر. اليوم الساحة اللبنانية شلون صارت؟ إذا مجموعة شباب يجون يسووا لهم تظاهرة أو يشمروا لهم بطالة مي أو ما إلى ذلك، الأسلحة والدبابات كلها تستنفر خافوا جونهم. تحول من أنه يلعب إلى أن يلعب به. في إيران شنو؟ كارتر كان يقول إيران واحة الاستقرار بالنسبة لمن؟ بالنسبة لإرادة الاستكبار. شلون تحولت إيران؟ هذا التغير من الذي صنعه؟ وهل انتهى التغير أم أنه لا زال مستمر؟ هذا أمر في غاية الأهمية. مرات إحنا نعايش الأحداث، لذلك من التفت إلى المسارات ننشغل، لكن لا شك ولا ريب أن مسار التغير يسير باتجاه تصاعدي، ومسار الانهزام يسير أيضا باتجاه تسافلي. من الذي يصعد ومن الذي ينزل؟ لذلك لو وصلنا بهذه المعطيات إلى القول بأن محور شيعة أهل البيت أو بشكل أدق محور الانتظار هو في قطار صاعد لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن أن يهزم، إحنا ما بالغنا ولا تحدثنا بلغة المزايدات. هذا لغة الواقع. نعم قدامنا نمط من الناس اللي يمكن أن نعبر عنهم ما يعجبهم العجب، دائما يرون الأمور بعين الانتقاص مو بعين حالة النظرة الواقعية. أنا ما أقول خلينا نبالغ،
لكن أيضا علينا أن نرى الواقع كما هو بكل معطياته. نعم عندنا مشكلة في المكان الفلاني، عندنا مشكلة في القضية الفلانية، هذا ما ننكره، لكن إحنا وماشيين علينا أن ننظر إلى كل المعطيات التي تنتج في هذا المجال. في هذا الخصوص إخواني الأعزاء أريد أشير إلى قضية تتعلق بنا إحنا كمنتظرين بالذات. تدرون أنه رواياتنا تحدثت عن قصة الفتن وقصة المنحرفين وقصة المضللين وقصة الناس الذين سيكونون على هذا الأمر في المساء ويغادرون هذا الأمر في الصباح. يمسي أحدهم على هذا الأمر ويصبح وقد غادر. هذه الروايات من نعيشها كقصة قدمت لنا راح نبتعد عن أهداف هذه الرواية منذ البداية، وهو أمر لم يقبل مني، لكن أنا أكدت على محور أساسي أن كل ما تحدث عنه المعصوم في شأن علامات الظهور لم يتحدث عنه كقصة، وإنما كمنهج للتحذير والتبشير والإنذار وما إلى ذلك. من يقول أكو منحرفين راح يصيرون، واجب العالم، واجب الواعي، واجب الحريص، واجب الغيور، شو يسوي؟ ينتظر حصول الضلال ويقول يا الله لو يكافح البيئة التي يمكن أن ينشأ فيها الضلال، يعالج العوامل التي يتمدد عبرها الضلال. والرواية تقدم لك الإنذار المبكر، تقول لك على سبيل المثال حينما نقرأ في الرواية أنه يقرأ كتابان بالبراءة من علي صلوات الله وسلامه عليه في البصرة وفي الكوفة. هذا بالنسبة أنه جرس إنذار، مو بعنوان أنه راح يصير عندكم هذا الحدث. ليش أخلي هذا الحدث يصير أساساً؟ إحنا مجهزين بمنحة ربانية كبيرة جداً أوجدها لنا، قال سيحصل ذلك، لكن تستطيعون أن تغيرون وتلغون هذا الذي سيحصل. لكن ماذا لو أننا لم نتجه إلى التغيير؟ ماذا لو أننا بقينا نقرأ علامات الظهور بعنوانها قصة للتسلية، بعنوانها قصة فضول نريد نتعرف المستقبل؟ شنو قيمة أن تتعرف على المستقبل بالوقت اللي أنت ما تجهز نفسك للتعامل مع هذا المستقبل؟ اليوم اللي أنا كثير من الرسائل شفتها خلال هذه الأيام، شفت تعليقات كثيرة مستغرب الناس شنو ذولا ينتحرون في الناصرية، ما لعله وصلوا 5 6 انتحروا بناء على تنظيم وأفكار جديدة وما إلى ذلك. ليش هاي الأفكار غريبة يعني؟ فصار لنا مدة يوميا نسمع بنمط من أنماط الانحراف. ليش تستهولنا وهي مهولة أن يجون شباب ينحرون أنفسهم محبة لعلي بن أبي طالب، يقتل نفسه لأنه يعشق علي بن أبي طالب وما إلى ذلك؟ هذه الأمور خوي راد لها معالجات، ما راد لها حالة تأوه وتأسف وتحسر وما إلى ذلك، مع أن الروايات واضحة جدا منذ البداية قالت سيحصل لديكم الانحراف، والانحراف سيتمادى وسيبرز نفسه ما بين مدة وأخرى بمظاهر متعددة، مرة شيء صباني، مرة صاحب البرقع، مرة بترية، مرة دجال في البصرة، ما إلى ذلك. هذه كلها أشارت إلى الروايات. يفترض بالنخبة الواعية، بالنخبة العالمة، العالم إذا ما قدم علم إلى الآخرين لا ينتظر من الناس أن يتحولون إلى تلاميذ على سبيل النجاة، إلى متعلمين على سبيل النجاة، عليه أن ينتظر الناس تتحول إلى
ناس عابثين، يتحولون الناس إلى ناس بعيدين عن المحور الذي أراده لهم إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. البعض للأسف الشديد ماخذ قصة العلم بعنوان عملية تكديس للمعلومات في ذهنه، يريد يصبح عظيم، يريد يصير عالم، لكن عالم ما يدفع ضريبة العلم اللي هو تعليمه إلى المجتمع وإنزال علوم أهل البيت اللي هي إحياء أمر أهل البيت عندي وعندك، إحنا من الناس العوام، أن نسوي لنا موكب، نسوي لنا هيئة، نسوي لنا منشور، ما هذا إحياء. بس العالم معني بقضية أكبر من ذلك، الإنسان كل ما كبرت قدراته كل ما مسؤولياته تكبر، والضرائب اللي يجب أن يدفعها تتناسب ويا طبيعة الشيء اللي أخذه، هو أخذه من أهل البيت، وأهل البيت قالوا له ترى هذا بضريبة أن تذهب وتبث هذا العلم. هسه اللي بثه على طريقة فقهية جزاه الله خير الجزاء، اللي بثه على طريقة أخلاقية، على طريقة عقائدية، ممتاز جدا، الله يؤجرهم. لكن الناس إحنا جاي نقول أكو هجمة شرسة جدا على شبابنا. هسه هاي الهجمة الشرسة جدا على شبابنا يجب علينا أن نفكر بالطرق العملية لاقتحام السور اللي بنوا ذول الشباب على أنفسهم. بنوا سور أو بني إلهم سور من الخداع، الحرب الناعمة أجهدت نفسها على إيجاد هذه النماذج. بأي طريقة يمكن أن نقتحم هذا السور ونعيد شبابنا إلى أحضان دينهم وأمتهم وإمامهم، وما وهو الواجب اللي موجود عليها. يمكن أن نفكر بالقضية الحسينية بعنوانها جاذبة هائلة جدا، يمكن إلها أن تقدم عملية هدم كبيرة إلى كل معطيات الحرب الناعمة، حرب التصغير، التجهيل، الكذب، البهتان، التزوير، ما إلى ذلك. كل هذه الأساليب أثبتت القضية الحسينية أنها قادرة على جذب الذين يتأثرون، لكن مجرد جذبهم لا يحقق المنتوج. أنا مطمئن هؤلاء اللي راحوا بعنوان محبتهم لعلي بن أبي طالب وينتحرون عندهم عواطف، لكن هذه العواطف كانت غير مقادة، سائبة، ما مؤطرة بإطار من العلم والتهذيب، اللي بحيث تتحول هذه العقائد، هذه العواطف من عواطف يمكن إلها أن ترفد المسار بزخم هائل إلى عواطف معطلة، إلى عواطف تائهة، إلى عواطف عابثة، إلى عواطف متمردة. إحنا شعب آتانا الله سبحانه وتعالى من الكرامة بحيث أن محبة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تشتعل في قلوبنا، سنة، شيعة، مسيحيين، أثبتت التجربة أن محبة أهل البيت عند الغالبية العظمى من الناس أصل. هسه يتفاوتون الناس فيما بيناتهم، هذا اللي يحب أكثر ذاك، لكن القدر المتيقن هذه العواطف موجودة. من إجوا داعش إجوا لعبوا بهاي العواطف، إجوا بناء على هاي العواطف. داعش للعلم، تفكيرها العقائدي تفكير الرايات السود وتفكير المجاميع التي تأتي من المشرق يطلبون، هذا تفكيرهم، تفكيرهم مهدوي من حيث الأصل العقائدي لهم، اللي يقرأ كتاباتهم وبيانات كل هاي المجاميع التكفيرية جاية بناء على أنها تريد أن تكون من الطائفة المنصورة اللي راح تبقى تقاتل من أجل الحق. لكن حينما تكون العواطف سائبة بلا إطار، يمكن أن يأتي من يتخابث على هذه العواطف
ويقودها إلى أن تكون عواطف متمردة وعواطف معادية ومخربة. هذا الاندفاع اللي نشوفه عندهم، احنا بجبهات القتال شفناهم شلون يقاتلون، حقيقة يقاتلون ببسالة ويقاتلون باندفاع وما خايف من الموت أبدا. أنا أتحدث عن المنظمين تنظيم عقائدي، ما لي شغل بالعصابات أو أبناء العشائر اللي كانوا يلتحقون من أجل أن يقبضون رواتب أو ما إلى ذلك، لكن هؤلاء شفنا من عندهم بشكل يقيني كانوا يقاتلون، بس يقاتلون بماذا؟ يقاتلون بعواطف مخشوشة وبأفكار تسربت لهم بطرق متعددة. إحنا قدامنا هؤلاء الشباب، شباب مع الأيام خلال هذه الفترة، شوية أعيدوا إلى أذهانكم، إيش قد مرت بينا صور انحراف، إيش قد سمعنا خلال هذه الفترة، صرخي ومرخي وفلان وفلان، ومرة ضد المرجعية ومرة ضد الاجتهاد ومرة ضد التقليد ومرة ومرة ما إلى ذلك، مرة ضد الحشد ومرة ضد الوجودات الاجتماعية، مرة ضد كل هذه الأوضاع، إيش قد صار لنا نسمع. مع الإلفات إلى أنه قبل كانت عندنا حالات انحراف، بس ما كان عندنا انحراف يؤدي إلى أن يحمل المنحرف يحمل السيف مباشرة، ما كانت موجودة هذه القضية. الواقف انحرفوا ما حملوا السيف، الإسماعيلي انحرفوا ما حملوا السيف، الزيدية انحرفوا ما حملوا السيف ضد المعتقد، راحوا حملوا السيف على أنشأوا عداوات لهم خاصة بهم وأنتجوا ما أنتجوا. لكن القدر المتيقن الآن كل واحد من هؤلاء حينما ينحرف أول همه كيف يحمل الرشاش، من الذي يعطيه، من الذي يحركه، هذه يمكن بسهولة أن نصل إلى النتائج في هذا المجال. لكن عودا على بدء، أنا أعتقد أن أفضل الوسائل لإسقاط الحرب الناعمة ولإسقاط جهود الأعداء للتغلغل في واقعنا الاجتماعي في واقع شبابنا هي حمل راية الانتظار وتقديمها إلى الناس بطريقة فيها عواطف وفيها أفكار وفيها أعمال. عواطف لوحدها أرجع وأقول ما تكفي، وهؤلاء اللي بعض الأحيان ما يقدر يشوف بأنه وراء هذه القضايا أكو أفكار تقدم من أجل تأطير هذه العواطف وتحويلها إلى خادمة إلى مشروع هذه العاطفة، يصيح ويستغيث لا تحجون بالعلامات، لا تحجون بقضايا الظهور، لا كذا، لأنه تنشئ عواطف ما نقدر نلزمها. وليش ما تقدر تلزمها؟ في قضية الحسين عليه السلام أكثر من هذه العاطفة مسكت، مسكت من قبل من؟ في الغالب من ناس عاديين، لكن أصبح عندهم حب الحسين واصل إلى درجة بحيث قنن حركاتهم وقنن أساليبهم وقنن كل أوضاعهم، صارت عندنا مواكب وهيئات ومجالس ما شاء الله نملأ بها الآفاق، وما عندنا أي ندم من أي تكدس في هذه العاطفة. يوميا جاي نشوف مفاعيل مهمة جدا لإيجاد مجتمع التراحم بين المؤمنين ولمجتمع التواصي والتواصل بين المؤمنين، لا شك ولا ريب هذا الأمر. لكن أيضا القضية المهدوية هي التي تجعل هؤلاء غير قابلين إلى أن يتم اصطيادهم من قبل الآخرين. القضية المهدوية تأتي إلى القضية الحسينية بناء على منطق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لتذكرهم بقصة الثأر للحسين وبقصة الثائر للحسين وما بينهما بقضية الاستعداد ما بين الثائر والمثؤور له، هذه القصة الواصلة. وأذكرهم بما رواه الشيخ الصدوق صلوات الله وسلامه
قدس الله روحه. شيخ الصدوق عنده رواية وأذكرها أكثر من مرة، لكن القدر المتيقن أن خلاصة هذه الرواية أن الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه حينما أبلغ بأن الإمام الحسين بأبي وأمي سيقتل منحورا من الوريد إلى الوريد، وبكى حينها جاءت أم سلمة تقول له: لماذا لا تدعو؟ أنت مجاب الدعوة، ليش ما تدعو إلى أن تتغير المعادلة؟ قال لها: أو تظنين أني لم أفعل؟ بلى فعلت، ولكن قيل لي. شوف هنا أنا هذول اللي المنتظرين بواقع الالتزام الحسيني، إن ثلاث أسباب يعلل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعللها، هذه الأسباب هي الثمن لقتل الحسين عليه السلام. المعادل لقتل الحسين ثلاث قضايا. القضية الأولى أن للحسين درجة لا ينالها إلا بالشهادة، إلى استحقاق ما يقدر يوصل إلا بأن يستشهد بهذه الطريقة، والحسين صلوات الله وسلامه عليه استطيع الادعاء بأنه تفنن في قصة الشهادة، في أن يصل عبر مظلومية هائلة: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا. مو كلمة قيلت اعتباطا، هذه كلمة معصوم مخطط له وخطط للأمر بحيث أنه تبقى ظلامته تشع عبر الأجيال وتمتد، وكذب الحسين كذب الموت فالحسين مخلد كلما مر الزمان تجدد. هذا الأمر لا شك ولا ريب أن الحسين أتقنه صلوات الله وسلامه. الثاني منه: وإن له شيعة يبكونه إلى يوم القيامة. هذه حصتكم أنتم، لكن شنو الربط بالقضية المهدوية؟ وإن من ولده المهدي تبكون من أجل أن تصلون إلى ولده، تبكون على الذي راح من أجل أن تصلون إلى الآتي. شلون؟ لأنه قيل لنا في زيارة عاشوراء أننا أمام قصة تبتدئ بثار الله وابن ثاره، ثم تتحول إلى ثار أهل البيت، ثم تتحول إلى ثاري أنا. أنا أعطي تعهدا أنا القارئ لزيارة عاشوراء في يوم تحتدم فيه العواطف ويغلي فيها الغضب وتشتعل فيها المشاعر، بذاك اليوم أقعد بين الدموع وبين الآهات وبين الحسرة وبين الحزن، أعطي للإمام الحسين عليه السلام عهدا بأن قضيتك ثاري، أنا أطلب ثاري مع إمام. هذا الربط. قصتكم ممحورة في الثلث الثاني، هذه قيمتكم أنتم. لذلك عودوا وانظروا إلى الأمر من خلال طبيعة مواضع الأقدام. أنا أتألم لمظاهر الانحراف لا شك ولا ريب، لكن أيضا أعتقد أن كل هذه مرانات للمستقبل. حتى من يجي زمن الإمام الشيعة مهيئين جدا، كيف يدفعون الشبهات، كيف يردون الشبهات، كيف يسيطرون على عواطف الناس المنسابة وما إلى ذلك. كل هذه الأمور نحن نمر بها، وأعطينا فرصة: تعال يا حميدان هذا الميدان تنصر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، بسم الله تفضل. هذه عقيدة الإمام تهدد من قبل ثلة، من قبل حفنة من المرتزقة. مرة يطلع لك واحد بالحلة، مرة يطلع لك واحد بديالة، مرة يطلع لك واحد بالناصرية، بالعمارة، بالبصرة، ما إلى ذلك. ما لهم قيمة ذولا، ولا لهم قيمة مهما كانت أقوالهم مستضعة، ما لهم قيمة، يروحون. لكن ذولا فرصة أعطيت لنا
لكي نمرن أنفسنا على الولاء الصادق، مو مجرد الكلمات، وإنما أعطينا ميدان، تعال تفضلوا، تعال تعلم هنا. وحقيقة أنا بدي كثيرا لو أخواننا في الحوزة، وأتمنى يا ريت أكو برنامج يجبر أخواننا في الحوزة أن يسمعون باليوم ولو فت ساعة إلى المنحرفين في طبيعة أقوال وهابية على نواصب على دجاجلة على ما إلى ذلك، كل هذا يجب أن نسمع حتى نستفز، حتى نعرف الآخر على أي محور جاي، حتى نعلم نفسنا عدونا شلون جاي يفكر، وين يريد يقود الناس، حتى تنشئ عندنا الغيرة. من دون أن تكون لدينا غيرة العلم ما ينفع. مرت ساحتنا بكثير من حالات العلم، لكن علم بلا غيرة ما راح يحرك ساكن، ما راح يغير واقع. اللي يغير الواقع هي هذه الغيرة المتوقدة بناء على وجودها ضمن إطار علمي. لذلك أنا مثل ما وجهت قبل ندائي أعود وأقول، أقول لكم أخواني الأعزاء، شباب شابات أخواننا اللي كانوا في المحطة المهدوية أثبتوا أن ثمرة مهمة جدا، الناس تريد هذا القول، تريد أن تسمع، تشتاق إلى أن تسمع، متلهفة مبهوتة. كثير من الرسائل إجتني، أخواتنا أيضا يقولون الناس متعجبة، هذا الحكي ليش ما نسمعه، ليش ما كنا مطلعين عليه، ليش عشرات الأسئلة. وبعد ذلك هذه الأسئلة أنا قال لكم بعد الأسئلة أكو إرادات تتحرك، بعد ما تعثر على الإجابة أكو إرادات تتحرك. أنا أعود وأدعو أخواني جميعا، كل من يتمكن بأي مستوى كان، خطيب، شاعر، رادود، لطام، صاحب موكب، صاحب عزاء، صاحب بأي قضية في أي مكان، قدموا ضرائب الولاء لإمامكم إلى هاي الناس. اعطوها علم، اعطوها المعلومة الدقيقة، لا يخليكم الزمن يشوفون يومية واحد لاعب بالناس، يوم أصحاب قضية، يوم داعي السماء، يوم دجال البصرة، يوم من يريد يحرف لهم حتى أكثر الأمور بداهة في عقولهم، هذا اللي يجي يقول لهم ترى مكة مو في هذا الحجاز، هذه يضحكون بها عليكم، هاي بلاد النواصب، مكة موجودة بأور بالزقورة مال أور، هذه مكة مالتنا. وهذا اللي يقول لهم رمضان، شنو رمضان؟ رمضان يعني الحر الشديد، يعني ما يمكن رمضان إلا أن يجي في وقت الصيف، ويخلي لك الناس الصوم في شهر التاسع الميلادي والناس صايمة في شهر رمضان، ذول فاطرين، ومن يجون يصومون بالضبط مثل ما هذا رايح للحج، بعد رجعة الناس من الحج، كل ذلك ليه لتهمكم، لكن هم ذولا أيضا قدامكم وضعوا من أجل أن تختبر ولاءاتكم، من أجل أن تمتحن ولاءاتكم. شأدري إذا صار عز أنا ابتنائي ما أشترك، إذا صارت دمعة ابتنائي دمعة شتفيت، قد تسامعين هذا الحكي، العواطف شتفيت، قد جيد عمي تعال أكو ذولا جاي يكتبون، اكتب، ليش منو اللي يقرأ؟ تعال احكي، ليش منو اللي يسمع؟ بالنتيجة عازل نفسه في بوتقة وبس هو وبس. وهذا بالأخير هو من يجي الإمام شو ينتظر من عندي أن يقول له أنت كنت تنصرني؟ التعلل بالمظاهر السلبية ما يحل المشكلة، إحنا المظاهر السلبية يجب أن ما تخوفنا، ويجب أن ما نستهولها. طبعاً العدو يريد يكبرها في أنظارنا، هذول اللي موجودين بالناصرية واللي الآن الناس تتحدث عنهم مش قد 20-25 واحد، بس عملهم مستشنع بشكل كبير، لذلك طش وتم ناس مستبضعة هذا العمل، باكر راح يجينا أكثر من ذلك. من بعد الانتفاضة أثناء الحملة الإيمانية، ما يسمى بالحملة الإيمانية،
أنتج التيار السلوكي من نماذج الأخلاقيات المتردية ما يستأل الإنسان شعره يصير أبيض. الزنا بالمحرمات بالمحارم، الزنا بالمحصنات، والله شو أقول لك، إحنا نريد الإمام يطلع وذن يكون الفجور نسويه في أشد صوره حتى شي يصير. أحد تقارير الأمن أنا قريتها، واحد يبلغون أبوه يقولوا له ترى ابنك سوى كل هاي الأشياء، باقي بس قصة أنه زوجته ما بدلها ولا ذني كلهم سوا، ويل لمن كفره نمرود. الأمن يجي يشتكي أنه ابنك وصل إلى هذه الحالة رغم أنه هم صنع لي هذه القضية، بس هيك دوائر عادة دوائر خاصة جدا حتى اللي داير مداير هم يعرفون بها وجودي كافحوها. احنا من كنا في زمن صدام اللي لزموه بهائي يعدم، البهائي يعدم كان، واتفاقا هم ذولا محسوبين على الشعبة الخامسة يعني ويانا. لكن أكو دوائر في داخل النظام ترعاهم وتنميهم وتدفع بيهم باتجاه التقدم. هذه طبيعة حراك المنظمات الانحراف وتيارات الانحراف. على أي حال أنتهي إلى هذه القضية، تعالوا لنطلق حملة التبليغ لإحياء أمر إمام زماننا، وأعود وأقول بأن الدفع باتجاه الحديث عن الإمام المنتظر لو كان بعلم ولو كان بدراية ولو كان بمسؤولية يمكن أن يحصن شبابنا من كل أنواع الأذى الذي تنتجه الحرب الناعمة، وإلا شباب الأخير يأثر بهم حسون الوسخ وما يأثر بهم العالم الفلاني وما إلى ذلك. يا دنيا هيصير، عودوا شبابنا، هذول شباب أولاد آل محمد، هذول يتامى آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذول مسؤوليتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الكرامة، والحمد لله أولا وآخرا، وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا.